أنا علي قضية نصب واحتيال، وانحكمت فيها 2 سجن. كنت أحبه وتحبني 3 سنين ولا 4. كانت تدري إني أبي أصير تاجر. أنصحت إني أخذ قرض من البنك 10,000 دينار، وهي بعد سوت نفس الشيء. ودشينا مشاريع صغيرة، يعني نشتري بضاعة من الصين، اليابان، أمريكا، كانت ماشية معانا. بس بعدين كل شيء صار ضدنا. كل ما يبنى شيء تاجر عود يجيبه بالجملة ويكسرنا بالسعر. واحنا شنو؟ كان عندنا محل صغير بالجمعيه. يلا يلا نطلع فلوس الاجار. واذا ربحنا ربح بسيط كنا مستانسين فيه. علشان كذي كل شيء راح بسرعه. يعني هي كانت شريكتك بالمحل؟ لا، كانت شريكتي بكل شيء، مو بس بالمحل. وكنت اتقاسم معاها الربح بيننا بالنص. ومن النص اللي معاي كنت اعطيها. عايل، ليش رفعت عليك قضيه؟ تهاوشنا. 3 سنين هي ناطرة تصير تاجر. 3 سنين تغير فيها وايد اشياء. تقدم لها احسن واغنى مني. رفيجاتها اثروا عليها. بعدين ما ادري شنو صار. فلينا. هي اللي هدتك؟ اتصلت فجأة. قالت ابي فلوسي. قلت لها اي فلوس؟ شو القرض اللي اعطيتك اياه؟ قلت لها احنا كنا داشين شراكة. حصبت، قامت تصارخ، كانت تسكر تليفون ببيي. ليش؟ هي ما اعطتك اياهم سلف ولا؟ لا لا لا، كنا شراكة مع بعض. كنا متفقين بالربح والخسارة احنا نكون مع بعض. بس حيل، ما لها حق تطالبك بالفلوس. بالمحكمة قالت انهم سلف. وعلشان هي كانت محاولة الفلوس عن طريق البنك على حسابي، فأنا ما قدرت أثبت غير هالكلام. ما قدرت أثبت إن هي كانت داشة معي شراكة. شلون؟ والمحل وال كل شيء كان باسمي. وعلشان هي بنت كانت خايفة من أهلها. يسألونها منو هذا؟ شنو الموضوع؟ من وين لك المحل؟ من وين لك الفلوس؟ وهي ليش تسوي كذي؟ شفت لما الاثنين بيتطلقون كل واحد شايل الكثر على الثاني، كل واحد يبي يأذي الثاني كثر ما يقدر. زين، هي كانت كذي، كانت حاقده، تبي تنتقم، محتاره على الفلوس اللي راحوا، وما ارتاحت الا لما سجنتني 2. عندك دليل على كلامك؟ أنا لو عندي دليل كان قدمته بالمحكمة. شلون تبيني أصدق هالقصة؟ من كلامك بس؟ ما ألومك إذا ما صدقتي. للقاضي، للمحامي، للناس. حتى أختي ما صدقتني. شلون تبيني أنت تصدقين؟ ها شفتي الجمال؟ شفتي حلوة ازاي؟ قولي رأيك بقى، بس قولي الحق. يعني المكان حلو، شارح يونس، واليهال اليهال يحلوهم، ودي أقرب بخديداتهم. بس ما أدري ما أدري هالة، يعني ما أدري شو أقول لك. آخر عمري أنا أصير مديرة حضانة. مالها مديرة الحضانة؟ شغلانة شريفة ومحترمة وبتساعد الأهالي على تربية ولادهم، في أحسن من كده. بس ما أدري يا ربي، يعني أحس برستيجي يعني ما يسمح. برستيجي يا أميرة، أولاً الكلمة دي ملهاش أي معنى. برستيج البني آدم ومكانته في أخلاقه في إنجازاته. يا أميرة، الوظيفة دي كويسة وإنتي محتاجاها جداً. ما أدري هالة، ما أدري ما أدري ما أدري شو أقولك، مترددة بصراحة. طب تعالي شوفي. شوفي المنظر الجميل ده، هتشوفيه كل يوم الصبح. هتتعاملي مع أطيب ناس وأطهر قلب. لا بيعرفوا يجاملوا ولا ينافقوا. هيحبوكي من غير ما يسألوا أنت مين وبنت مين. لا كراهية كبرت ولا غرور اتولد. صدقيني يا أميرة، هتتبسطي جداً.
كل يوم هتتصبحي بالوشوش الجميلة دي أحسن ألف مرة من الكبار. إيه والله وإنتي صادقة. ماما ماما وأنا وين يا حلات؟ إيه والله صدقتي. منو فيهم بيسألني؟ ما حد بيخوزرني من فوق لتحت يشوفني ايش لابسة، ولا حد بيسألني بيقول لي ليش عبد الله سوى فيكم كذي منحاش. صدقتي كل ده بقى وفوقي راتب ولا أحلى 250 دينار. نعم 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 250 دينار شو تسوي لي؟ أصب فيها بنزين وأقعد أطر أنا وعيالي آخر الشهر؟ إهمد يا أمير، أنا لسه ما كملتش كلام. الراتب يا حبيبتي مع دعم العمالة الاثنين مع بعض هيعملوا حوالي 700-800 دينار في الشهر. وحتى لو 700-800 دينار شوية هم، أنا أول بالشهر. آسفة آسفة، خلاص الحمد لله، خلاص الحمد لله على كل حال. موافقة. عين العقل، مبروك الوظيفة يا ستي. الله يبارك فيك. يلا بينا. يلا. المحامي يقول ناطر شركة الاتصالات يشوفون الرقم اللي دقت منه بنتي من أي دولة من أي مكان عشان أعرف وين مكانهم. يا معود زين، شيء أحسن من لا شيء. الله، شوف أنت كنت وين والحين صرت وين. الحين ما شاء الله بنتك الله يحفظها اتصلت فيك وطمنتك عليهم وعطتك الخيط اللي وصلك لهم. إن شاء الله خير، أنا متفائل هالمرة، حاس اللي صار هذا كله من صالحي علشان أعدل من نفسي وأصير أحسن، كل شيء بيرجع مثل قبل. إيه أنت شيء صح، والله قول الخيرة فيما اختاره الله، والله بيوفقك إن شاء الله، بلات ومرادهم لك إن شاء الله. الله يسمع منك إن شاء الله. ألو، هلا أستاذ ناصر. بشر. معقولة منين جبت هالحكي هذا؟ إي بس هي ما تعرف أحد هناك. إن شاء الله. أنت متأكد من هالكلام؟ حاضر. إن شاء الله، في أمان الله. بشر، هذا المحامي؟ إي المحامي. زين، إيش قال؟ لقى شيء على الرقم؟ المكالمة اللي جاتني من بلجيكا، يعني خط بلجيكي بدون اسم. من الأرقام هذول ينشرون بالبقالات اللي ما فيهم بيانات. شلون بلجيكا؟ مريوم عندها أحد هناك؟ أبوها أخوها؟ لا، ما تعرف أحد ببلجيكا ولا عمرها شافتها. شلون دشوا أوروبا؟ أنت مسوي حق البنات فيزا. مريم بنتي تحب شخصية فروزن، وميرا صار لها سنتين تحن تبي تشوف الحورية. عاد أنا سويت لهم فيزا وجهزت جوازاتهم، قلت إذا جا الصيف أوديهم فرنسا. سخ، صار اللي صار. عدنان تعالي بقى، وين رايح؟ خلى حمد، خلى شوية، خلي يطلع يرتاح ويرجع. الله يلوم اللي يلومه، ما مدى يستانس اندقر. أميرة، هعدي عليك الساعة 6 علشان نروح ندفع الإيجار. إنزين، أنت ليش الحين مصرة ندفع سنة لقدام؟ ليش مو كل شهر بشهرة؟ علشان البيت أهم حاجة يا أميرة، وعلشان يكون مضمون مكان سكنك أنت والولاد على الأقل سنة قدام. بس أجار سنة قدام يا ربي مبلغ شايد يشلع القلب، يعني يمكن أحتاج شيء شيات منه. ده بقى اللي أنا خايفة منه، خايفة تباع زائل الفلوس على شيء ملوش لازمة، ويجي أول الشهر ما تعرفيش تدفع الإيجار. مو الراتب موجود. أنتي قلتي بعظمة لسانك إن الراتب يا دوبك يكفي احتياجات الشهر، علشان كده لازم نحط الفلوس في حاجة مفيدة زي بيت وسقف يحميكي أنتي والولاد. يلا شورج وهداية الله. يلا أشوفك الساعة 6 إن شاء الله. إن شاء الله. باي.
خبل انت خبل، ليش كذبت عليها؟ ليش ما قلتها الصج؟ استحيت والصج يفشل، خفت اطيح من عينها. من قال لك ان بهالكذبه هذه ما طحت من عينها وعقلها وقلبها بعد؟ شيء اهون من شيء، وهذا اللي خطر على بالي اول ما سالتني وقلته. غبي غبي، ضيعت البنت من ايدك مع انه واضح تحبك وتبيك. شلون عرفت؟ اي وحده غيرها كان من اول ما درت انك فقير حافي منتف تنحاش، بس هذه جات لك مره ومرتين، مو بعيده تجيك ثالث مره. بس لو قايل لها الصج. استحيت، تفشلت. بعدين انا ما كذبت وايد، قلت السالفه وكذبت شويه عادي يعني. انت غيرت الدليل الوحيد اللي يشفع لك عندها، غيرت الدليل اللي يثبت انك لما انسجنت سنتين انسجنت لانك كنت وايد طيب. لا ما كنت وايد طيب، كنت غبي واهبل اللي خليت واحده تاخذ ورثي وتسجني بعد. لانك كنت وايد تحبها، تحبها وتبيها على سنه الله ورسوله، هي اللي قصت عليك، هي اللي اخذت منك كل شيء، ولا وقعتك على ورقه على بنا مهر لها، فوق هذا استغلتها ضدك. واطلع بعينها خروف؟ واحده سجنتني وانا اضحك، شو تبي تحترمني بعدين؟ لو قايل لها الصج بتحترمك اكثر. فواز تكفى، تكفى مالي خلق، خلاص انا اللي سويته هو الصح. لو قايل لها الصج، كان قدرت تاخذها للمحامي ويقول لها كل شيء. انا ما ابيها تصدق المحامي، ابيها تصدقني. وإذا أنا بعينها نصاب وحرامي، خد روح أحسن له وأحسن لي. أوه غبي، طول عمرك غبي. وين رايح؟ راح أدق سيجارة، نرفزتني يا معود.